اهلا بيكو in the pathway channel. النهارده هنتكلم عن الاكتشاف المبكر لسرطانات عنق الرحم. في البدايه عايزه اقول لكم ان في نوعين من السرطانات بيصيبوا الرحم، سرطانات بتصيب جسم الرحم وسرطانات بتصيب عنق الرحم. في فرق كبير ما بين النوعين دول في اسباب الاصابه، في العمر اللي بتصاب فيه السيدات، في طريقه العلاج وفي نتائجه. للأسف سرطانات عنق الرحم بتصيب سيدات من سن أصغر وتعتبر أكثر خطورة من سرطانات جسم الرحم، لأن السرطان حتى في مراحله الأولى عنده القابلية أن هو ينتشر للعقد الليمفاوية الموجودة في منطقة الحوض والمناطق التانية من الجسم ويسبب الوفاة. السبب الرئيسي لمعظم أنواع سرطانات عنق الرحم هو فيروس الـ HPV أو الـ Human Papilloma Virus. الفيروس ده بيتنقل عن طريق العلاقات الجنسية، ولذلك كل السيدات المتزوجات أو اللي بيمارسوا الجنس أو اللي سبق ليهم ممارسة الجنس أو العلاقات الجنسية عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان. الـ HPV فيروس في منه أكتر من 100 نوع، حوالي 30 أو 40 نوع أنواع مسببة للسرطان، والأنواع الأخرى هي السبب للمرض المعروف في الجلد المعروف باسم السانتا، وده طبعا مرض حميد مش بيتطور أبدا إلى سرطان، وبيتسبب برضو فيه فيروس الـ HPV. الـ HPV فيروس بيصيب السيدات زي ما قلنا عن طريق العلاقات الجنسية. أشهر نوعين لمسببين للسرطان هما نوع 16 و 18، والنوعين دول هما المستخدمين حاليا في البلاد الغربية في اللقاح المستخدم للوقاية من الـ HPV فيروس. لكن طبعا بسبب ان اللقاح دوت بيضم النوعين دول بس اللي هم 16 و 18، فيعتبر اللقاح لوحده غير كافي للوقاية، لان في انواع اخرى من الفيروس ممكن تصاب بيهم السيدات، ولذلك لا غنى ابدا عن الاكتشاف المبكر لسرطانات عنق الرحم. النهارده عندي خبر حلو عايزه اقوله لكم، هو انه الاختبار المستخدم في الاكتشاف المبكر لسرطانات عنق الرحم بيعتبر من انجح الاختبارات اللي عرفها الطب على الاطلاق للاكتشاف المبكر للاورام. الاختبار دوت اسمه الباب تيست او الباب سمير، وهو مسمى على اسم اول عالم اخترعه وهو دكتور بابي نيكولاو. الحقيقة سنة 1928 دكتور بابي نيكولاو ألقى محاضرة على مجموعة من الأطباء اتكلم فيها عن وجود خلايا سرطانية في عينات مأخوذة من البصاق لتشخيص سرطانات الرئة. وبعد المحاضرة دي بدأ دكتور نيكولاو يشتغل على التيست دوت، وبدأ لأول مرة استخدامه في فحص خلايا مأخوذة من عنق الرحم، وفعلا وجد في بعض السيدات خلايا غير طبيعية أو خلايا سرطانية في الوقت اللي كان فيه الفحص العادي مفهوش أي أثر للسرطان. الباب تيست او الباب سمير هو تيست سهل جدا، غير مؤلم وغير مكلف، بتقوم بيه كل السيدات من بداية ممارستهم للعلاقات الجنسية لغاية حوالي سن 70 سنة. التيست المفروض يتعمل بصورة دورية، لو نتيجة التيست طلعت سالبة بنعمله كل 3 سنين، لكن لو غير سالبة في طريقة اخرى للمتابعة. النتيجة بتاعت الباب تيست احنا بنعمل لها تقرير خاص، التقرير دوت ستاندردايز في العالم كله عن طريق حاجة اسمها البيسيزدا كلاسيفيكيشن. البيسيزدا كلاسيفيكيشن وضع في مدينة بيسيزدا في ميريلاند في مؤتمر في الأربعينات، قاموا مجموعة من العلماء بتقسيم نتيجة الباب تيست أو البابي نيكولاو تيست لحوالي 6 كاتيجوري. أول كاتيجوري هو أن تكون النتيجة سالبة تماما، وده معناه أن السيدة غير مصابة بفيروس الـ HPV ومفيش أي تغيرات في الخلايا الموجودة في عنق الرحم. ممكن يبقى فيه ما يعرف باللو جريد ليجن، وده ممكن يكون معناه انها مصابه بفيروس الـ HPV بس بنوع غير مسبب للسرطان او بنوع مسبب للسرطان لكن في بداياته. وفي الهاي جريد ليجن، وده معناه ان السيده مصابه بنوع من انواع الـ HPV مسببه للسرطان وفي تغيرات في الخلايا قويه، لو اتثابت لفتره قصيره ممكن تتطور الى سرطان وتكون قاتله.
في انواع تانية برضو من الريبورتنج احنا بنقول عليها اتيبيكال سيلز، وده معناه انه في خلايا غير طبيعية، لكن احنا غير متأكدين اذا كانت الخلايا الغير طبيعية دي خلايا سرطانية او غير سرطانية. بيزد على نتيجة الريبورت بتاع الباب تيست بيتحدد المريضة هتعمل ايه بعد كده. الباب تيست زي ما قلت هو تيست سهل وغير مؤلم، بتقوم السيدة بالتوجه للطبيبة او الطبيب بتاعها اللي بيقوم بفحص عنق الرحم، وبيقوم باخذ عينة من الخلايا الموجودة على سطح عنق الرحم بفرشة صغيرة تشبه فرشة المسكرة، وبيقوم بفرد الخلايا دي على شريحة زجاجية right away، ودي الconventional باب او الطريقة العادية، او بيحطها في محلول حافظ للخلايا، والمحلول ده بيتباع في المعمل، وفي المعمل بيتحط على جهاز مخصوص يعرف بالتيم بريب او التيم بريبريشن، والجهاز دوت بيقوم بفرد الخلايا من المحلول على شريحة زجاجية، وفي الحالتين بيقوم الباثولوجيست بفحصها وتحديد النتيجة. زي ما قلت لكم بيزد على النتيجة بيتحدد المريضة هتعمل ايه في الخطوة اللي بعدها. لو النتيجة سالبة المريضة بتعيد التحليل بعد 3 سنين، وبتفضل تعمل التحليل بصورة دورية كل 3 سنين. لو النتيجة لو جريد ليجن قدام المريضة حل من 2، يا اما ان هي تعيد التحليل بعد 6 شهور وتتابع، يا اما ان هي تقوم بفحص الكولبوسكوبي. لو هاي جريد ليجن المريضة لازم تتوجه لفحص الكولبوسكوبي. الكولبوسكوبي هو عبارة عن كاميرا بيبص بيها الدكتور على عنق الرحم. الكاميرا دي بتكون بتكبر عنق الرحم، بتوري الدكتور الأوعية الدموية اللي موجودة في المنطقة، وبيقوم الطبيب بوضع مادة هي عبارة عن خل. المادة دي بتلون أي منطقة غير طبيعية أو أي منطقة مصابة باللون الأبيض بدل اللون الوردي اللي هو يعتبر اللون الطبيعي. وبيقوم في الحالة دي الطبيب بأخذ عينة نسيجية من المنطقة المصابة وبيبعتها برضو للباثولوجي علشان تتحلل. في الحالة دي لو المريضة فعلا ثبت ان هي عندها هذه التغيرات ثبوت قاطع عن طريق البيوبسي وعن طريق الباب تيست، العلاج بيكون سهل، ما بيكونش مشكلة كبيرة، وهو ان هما بيتشال جزء من عنق الرحم، مش بيتشال عنق الرحم كله، بيتشال جزء بس منه. الجزء دوت لازم يشمل منطقة معروفة بالتي زون او الترانسفورميشن زون، لان دي المنطقة اللي بتكون فيها الخلايا نشطة وعرضة اكثر للتغيرات السرطانية. الجزء دوت بيتشال بعملية ببنج نصفي او ببنج كلي، وممكن يتشال بالليزر. ومع التقدم في الجراحات بقينا نقدر نشيل جزء صغير جدا من عنق الرحم علشان السيدة تقدر تحتفظ بالرحم لو كانت تريد الانجاب مرة اخرى من غير ما يحصل مضاعفات اثناء الحمل او بمضاعفات قليلة جدا. الاختبار دوت أنقص حياة ملايين من السيدات في العالم كله من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وزي ما قلت لكم هو من أنجح الاختبارات على الإطلاق، وده بيظهر في الانخفاض الشديد في نسبة الإصابة بسرطانات عنق الرحم من الوقت اللي ظهر فيه الاختبار دوت. نسبة الإصابة دي في وقت من الأوقات في حوالي السبعينات كانت حوالي 15%، لكن دلوقتي بقت أقل من 1.5%. ده بيوضح لنا طبعا قد ايه الاختبار دوت اختبار رائع، وبيحمي فعلا سيداتنا من الإصابة بهذا النوع من السرطان. طبعا انا بتوجه لكل سيدة ان هي ما تترددش ابدا انها تقوم بعمل الاختبار دوت وتقوم بعمله بصورة دورية، لانه اختبار سهل غير مكلف غير مؤلم، وفي نفس الوقت بيوفر حماية كبيرة جدا جدا من هذا النوع من السرطان. أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم، وأرجو أن يكون كل المعلومات اللي قلناها كانت واضحة وكلير لكل واحدة منكم. شكراً.